الموقع أسفله الحجري سعيد من مواليد 1979 24/12 رباط تقدم الأصل ستاتس. أنا ماشي غبات هاد المدة كاملة 3 سنين ولا عامين، حيت من 3 سنين 3 سنين كيتبدلوا بزاف ديال الحوايج في داك العالم اللي أنا فيه ديال الجريمة وكذا، ولكن أنا غبروني أنا هاد الناس اللي عندي معاهم مشكل ولا حاطيني في هادشي. أنا كنتحارب مع جريمة منظمة الدارك ويب انترنت المظلم، العصابه منظمه ديال التخصص ديال التخصص ديالها، عندهم سوابق بالدليل والادله وكذا، وهادي مع الانتربول جات تشدهم هنايا وكذا، وهادي تيسرقوا الدراري الصغار من السبيطارات. شي وحده مصاحبه مع شي واحد بغات طيح بناتهم تيديو يوكلوا وشربوا وكذا وهادي، وتعطيو الدراري للدارك ويب، هما اللي كتشوفوهم نتوما اللي كيوصك اي واحد صاحبك من مشرع عندك اللي كنري تدخل للدارك ويب دخل تفرجت فيه وكذا وهادي، انت تفرجت في هادوك تعرفوني انا، هادوك تفرجوا فيا وشافوني في الهيب هوب. هاد المدة اللي انا غبات فيها كنشوف الدراري بزاف في لاباج وكذا وهادي، كيقول لي على سلامتك زوينة على سلامتي، داكشي كل واحد تيبغي السلام وكذا، ولكن انا ما ممشدودش، انا كاين هاد المدة كاملة انا كاين، عامين دابا ديال لا سوفونس ديال المعاناة ديال الحقرة ديال جميع الانواع ديال الدل. علاش الظلم هكاك اعداء النجاح؟ تجلطة هو هذا اللي غادي تسمعوا دابا، عام ونص ديال المشاكل وكذا، ودي مدي لي بيتير لي بيشليه هادي، غادي للدار غادي بولدي المدرسة طلع في الطوموبيل بحالي بحال اي واحد بغي يبدل حياته للاحسن وبطريقة زوينة وفيها التوبة وفيها الموعدة وفيها الغفران وكاملين، ما كاينش خير الخطائين التوابون، ما كاينش واحد فينا ما طاحش بالخطأ، ولكن هاد الشيء اللي تنعيش دابا راه بزاف، كاين شي واحد من غير سيدنا الله ينسو اللي تيهضر علينا، حنا المغاربة، هاد المغاربة هادو حنا الوطنيين، حنا اللي في الدم ديالنا حب الوطن، حنا اللي كندافعوا على هاد الوطن، حنا اللي كنبغيو هاد الوطن هذا كل جوارح ديالنا، ولكن في الحالات ديالنا حنا اللي كندافعوا اللي كنقلبوا على الخير وكذا وكذا، كنتحافظوا مع الاشرار وكذا وكذا، وهبنا حياتنا وهبنا صحتنا وهبنا كل شيء، عطيت بزاف ديال الحوايج، عطيت حياتي عندي هدف، عندي شي حاجه باقي نحققها في حياتي، هذاك الشيء ماشي يجيش وتيدار. والديا با الله يرحمه مات ودا ودي كان في المقاومة في المقاومة في داك الشيء في الخفاء في الخفاء، ضحاو بكل شيء، جدي ميت مقاوم تدفن في مغنية، عائلتي فرنسا عسكر وداك الشيء ماتوا، خليت قرايتي خليت كل شيء وفاه وما عنديش كذا وادي، وقلت انا غنتحارب معاهم بواحد الطريقه اخرى، نبدا من التحت حيت منين تبغي تنقي شي حاجه وغتبدا من الفوق غتسيق، ما تبدلت فيا حتى شي حاجه، بقيت انا هو انا انا هو انا، غير المشكل اللي وقع دابا هو انا تعرضت حكرت بزاف، انا اللي كنت نقول الحكر، انا اللي كانوا اي واحد فيه الشر وكذا وادي، من الزنقه بديت من الزنقه، دابا راه فراغ دابا شوف، ومن الناس من مشهور من مشهور مشهور اللي مشات لك شي حاجه جلوطه، اللي تحكاتي بنت ما عندكش خوك جلوطه، ومن الاب الروحي تفرجوا نتوما في جود فاطر تفرجوا في هذا الانترفيو هذا، راه ما عمركم غتفرجوا فيه، هاد الشيء هذا هاد الشيء هذا راه راه بحال شي رسالة كنخليها لك وغادي تفرج فيها وغنكون ميت وكذا وهادي، هادي رسالة الله يرحم لك الوالدين، أنا مزاوك فيك، راه ما كاينش غير أنا، أنا غادي أنا هي جيت هضرت معاكم وأنا غادي، أنت قول الله أعلم وأنا على رقبتي على رقبتي باش ندير هاد الشيء هذا، باش ندير هاد الشيء هذا 19 18 الشهر وكذا، كل نهار كل 3 السوايع في بلاصه وكذا وهادي، شوف انا كون كملت قرايتي غنكون محامي
ولكن شو انا سمعت في كل شيء كذا ولي نبي نم نس نفا الشلطات كانت مطرطة. انا من نقول كونغستير انا كونغستير غانغستر ديال بصح والله العلي العظيم في كبانات وباقي عندي بواحي محمد السادس صاحب الجلالة نصره الله وإيده هو والأسرة العلوية والله العلي العظيم عارفين انتم هذيك النعمه اللي عطيكم الله وشنو عندكم والله وخطا والهلي يطيح فود شي واحد وكذا ودي حنا وحنا ميتين دابا حنا ميتين ولكن ما تقولش لي انا انا ما تعرفونيش الناس لا تعرفوني تقولوا هذا مناضل وكذا وهادي ماشي في النضال ديال الاستعمار وكذا هذاك الساعه كنا في استقلال كنا في استقلال عبد الخميس وكذا عرفتي شحال ديال التضحيه عرفتي شحال ديال عرفتي شحال ديال الشهداء انا باقي ما تشديتش وانا ما غاديش نتشد عرفتي علاش حيت انا قالوا ليهم كنت معكم انا شو من كنت حاض داكو قالوا لي هذا قتلوه راه حمقوني ما صوروا مني والو عزي وكل مشكحل داير الطقوس وكذا وهذه 24 12 ماسوني الا كريس هو اللي تيخرج فيه بوعو تيدي داي الصغاتي هاد الناس هما اللي كانت هاد معاهم الشي هادو تيستغلو بنادم هادو كيبيعو اي عضو في الاعضاء وكذا الشي بالدليل وبوهان يفتحوا معايا تحقيق 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 ويحكموا عليا باسم جلالة الملك ربي ربي غيبين الحق وكذا وهادي والله ما يظلمني جلالة الملك ود حاشا واش مع نحن القطط لسنا اوفياء كالكلاب ولكن واش متبان معايا ولكن لا نخبر الشرطه على المكان المخبرات هادو الذكريه ماشي لبستي شي بياسه سيني طاليان ريزاتشي كذا هادو الذكريه ماركه ديالي هذا ها هذا كنت تفرج فيا كذا وهادي قلت لكم النهار الاول انا اللي شهرته كذا وهادي ياك قلت لكم هذا ماشي راجل وهذا بركاك وهذا يا ربي تسمح لنا كاملين شوف عندنا ما تنعيبوش شي حد كذا وهادي لكن المريض اللي كان عنده جينات ديال البنات كذا وهادي هذاك الشيء مرض كيبقى ديال الله ولده هو مبنت هذا كيدار هذا جكاد هذا حطوه طلقوه عليا انا الاول ومشيت عنده باش نكذا وهادي وكانوا كيهضروا معايا ناس وكذا وهادي مجرمين وكذا وهادي كيعرفوا القيمه ديالي وكذا وهادي كانوا كيعطيوني كيقول لي عطيك الجلوطه وكذا وهادي هي ما تضربوش وكذا وهادي غلط وكذا وهادي ولكن الشيء هذا ولد الكريه كي كان شوفوا ولد الكريه نهار تفرج فيا ودار كان عنده اي دانون شتي دانون تعرفهم انتم دانون ملي كتبغي تهضر على شي واحد عباس احنا العباسه ماشي العباسه اللي كيعاودوا الخرافات انا كنت من سلال قناطة الخباز شو نحن القطط لسنا اوفياء ما نوعدكش انا بالوفاء وكذا وهادي ماشي كلب هذا كلب هذا اللي سولتينا عليه دابا حشومه كاع نجبدو معاه حتى هادشي هذوك اللي كنهضر معاهم انا دابا ما تيعرفوش اصاحبي عارف الحقيقه ديالي نقولها لهم انا ما عجبكم بالكم مشرمط وكذا وهادي حيت انت ماشي راجل من بان لك هذاك انا اللي شهرته هما قالوا لي يلاه هذا مشيت نسالت اللي تلقى معاه تمشي للحبس هذا حطوه بريك هاك شكات كذا هادي عاش الشعب انت ولد الشعب اللي غتهضر عليه انت غتقول عاش الشعب واخا ما عليناش انت عاش الشعب مشى القناوي انا تعجبني القناوي تعجبني ماشي دابا تفو سال طاح من عينينا تعجبني بالكناوي ملي كانت مقودة عليه وخرج من العسكر تعجبني ملي كان عسكري بقى في العسكر شداك اخويا شداك بالك وكذا وهادي غادي للحبس 3 سنين سرق موطو شتينا فين تنعرفو و تنبغي ما كيرابي ولا ما كيعرفوش ما تعرفو حتى واحد انا ملي كان عندو الشورت و تيشد الباركينغ بالليل وكذا وهادي كتيبيع الورد في البيرانة شتي هادشي هذا مشكلة نحن القطط لسنا أوفياء كالكلاب ولكن لا نخبر الشرطة عن المكان المخدرات اللي تلقى معاه ولد خريا
تلقى مع كامبر ديال الخال كازا كدا هادي، والله ما تقلقت كدا وليد، صيفطهم للحبس شردهم. شتي مورو عندي ربح انايا، مورو يبقى في المغرب ما يمشيش لبرا، ولكن نحن القطط وما كانش فاسك الدخل، وكون كنت انا راجل وباقي دابا راجل وكذا وادي غلطه دوزوها لك كذا وادي، دخلوا لك الخليه من سمعوا شافوا داك الكونسيبت كذا وادي عجبهم وكذا وادي، حتى انت ساهل ولكن ما طحتيش من عيني. يقول لي علاش؟ حيت مشيتي لتما كذا وادي، ولكن صبا خدام باروجي هذا الروابط ديال دابا تيديروا شي حاجه ما سميتهاش الهيب هوب، ما سميتهاش الطراب، ما سميتهاش تيديروا الدعاره، هادو تيديروا القواده. هاد الناس اللي محاضر معاهم انايا عندهم شبكه اخرى موظفينها تفاوابا حليوه، تنشوفو تنقول شي هذا غادي للخليج الشكي وجبوهم وكذا وشي، حيدوا لهم الرجل وحطوا لهم القولون شي، داروا لهم المكياج وكذا وهذا مابقاش، خصو تلقي حتى الذكوره خصو. واش نبقى نهضر معاكم طو ويلي 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 ويلي. انا اللي مسميه هذاك طوطو فان ديالي، انا طوطو رينا، هادو اللي تيبقاو يهضروا كاملين دابا ودايرين لابوز وكذا وهادي، نيشو مع الحقيقه ديالهم وغنقولها لكم ويسمحوا لي حتى هما، شتي حتى هما عارفين راسهم ماشي رجال وكذا وهادي، وما داروش شويه من داكشي اللي دارت معاهم، وانا ما بغيتهم يكونوا رجال هادشي هذا وعدتهم به قبل. شنو بغيتي فلوس هاك؟ شنو بغيتي؟ ما عمرك شتي هادشي؟ شوف عطيتهم الانسبيراسيون وعطيتهم كلشي وكذا وهادي، بغيتهم من قلبي وكذا وعاونتهم وكذا وهادي. دابا ما عجبنيش الحال، نشوفهم انا بانوا لي بحال الشيخات، انا كلو تعجبوني البنات دابا في الصراحه، نسمع شي بنت ترابي وكذا واو كنشوف وحقرتها انا الموقع اسفل على اللوطا كينك موطا باكا، انا جا عندي حليوه باقي صغير وكذا وليدي، الا حطيتي في شي بلاصه يتلف وكذا وليدي، دخلت لدارهم وكليت وشرب وحاجه مو عائله ديالنا وكذا وليدي، وجدتو وكذا وليدي، قلت له شوف كنت شم كان شمك عرفتي فين كنت حاطو انايا، كنت مشغمل كان ولد ماما شكي ولا هاك 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 هاك، اول مره غادي يتبارطاجا في شي حاجه سميتها انترنت في شي لاباج ديال الهيب هوب في الكيو جي، عيد ميلاد ديالي 24/12، انا اول تراك ديال موسيقى الشيطان انا اللي بارطاجيتو في عيد ميلاد ديالي، شحال وانا كنعرفو كدا ودي عمري قلت انا كدا هادي، ولكن حليوة دابا 24/12/2020 داز سول فيا شي واحد هانتوما غترجعو لداكشي اللي كفيكم وكدا ودي، ما تيقش بيع وشرا الشيخات راب تعالق شطيح وفديع. الموفمون هادشي اللي كنشوف دابا هو 2020 كامله، كنشوف الدري غادي بالطير موس فيها قهوه حليب من الدار جالسين في قهوه، ما عرفتش انا ما عرفتش، شفت واحد الولد بعدا سهيل ولا سهيل ولا سنا ما عرفتش، ماشي سميتو سهيل وكان هو داير سهيل كذا، كنعرفو مع حليوه تشهر مع حليوه في واحد الكليب كذا، واحد الولد زوين وانا كيبان ديما فاس واحد الفاس الاخر مال ديسيبلين، فاس الاخر تشوفوا الغنم ما طلعش ما عرفتش، المهم الجوتا تيبان لك بشر وكذا ودي، ولكن شتاك انت وهاد او باش لهاد الشيء هذا، خاطر الشيء عندو الناس ديالو كيوصلوا واحد كتكون شي حاجه كتكون في المستوى كيكون عندها مضمون كيكون موضوع كيكون فيه نقاش، هاد الشيء بعيد على ما فهمتش من فيتنس الهيب هوب انا ما كيبان لي بان هادو خصهم تاهما تلقيح ديالها ديال الذكوره، شوف تا واحد فيهم راجل هذا حليوه طوطو واو قول لي كريزي نهضر معاك، واخا ماشي راجل وفيه شي حوايج خايبين وكذا وهادي، تفاهمنا ودوزنا ليه الميساج بواحد الطريقه حبيه وكذا وهادي، ولكن راجل دابا علاش راجل ها هو وصل داكشي وكذا وهادي، قطع يده من حمط الله نفرح ليه، انا نفرح ليه، بقيتي عيط عيد ميلاد ديالي انايا كان كلشي، اش كدير ما عمرك كنتي لدارو دير كلشي الفلوس وكذا، ما عمر شي واحد فيهم وما خصنيش نقول هذا الشيء هذا، حيت هذيك انا الاعلى وداك الشيء تجاوزنا هذه المرحله هذه شحال هذه، ودابا ما بغيناش بغينا نهضروا معكم بواحد الطريقه اللي ما فهم انا ما عرفتش واش ما فهمتونيش ولا ما تفهمناش، انا نتوما اللي عندي فيكم الامان، نتوما اللي دابا رجعت على ودكم وكذا وهذه الشيء هذوك داك الشيء
اللي كانوا كيحلموا بيه وكذا، وهادي انا كان عندي وعطيته لهم وكذا، وهادي هذا عيد ميلادي دوزتو بوحدي، لا مع ولدي لا مع مراتي لا مع امي. تخيل معايا عام ونص، عام وسبع شهور، كلشي تيقلب عليك. الا شديتيني نعطيك 5000 درهم؟ لا 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 5000 درهم تيقول لي الاخر وصعيب وما غيشدنيش. 5000 درهم غيتعايد معايا انايا، عنده ربح معايا كثر من داكشي، يبقى راجل نتقي الله وكذا وهادي. تيقول واه خويا شي حسن هوان وكذا وهادي، تيشوفني عرفتي اش كديرو دابا كتهجمو علينا الضغط، تيولد انفجار. وما يمكنش نفس الجريمه، نفس الجريمه كاين اقل عقوبه وكاينش، وما طبقوش شي حاجه على واحد تخليه واحد اخر. هذاك الشيء اللي مشدود عليه هو هذا، هو رفيق بوكي هذا دارته الاخر كاع القران شدوهم كاملين فاهمين ياك فاهمين. انا كنهضر معكم كنعرف النيفو ديال الناس اللي كنهضر معاهم كذا وهاد، انا راه متخلف بقوة تما مثقف، انا متخلف اطونتسيس خصو يخرج. بغيتها قانون اخو، طبقوا القانون على كل شيء ولا تلقوا اطونتسيس. تراك الوحيد اللي فرقعها عندي انا ودنيا، انا صمت لي ودنيا حمرهم وكذا وهاد ديال بابا دي سي اوف كلاس اي راست اوف جاسوس اوف 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 داري تبارك الله داري هاد الشيء هذا راه كيف والو حسب تعرفهم شنو داري داكشي اللي طايحين فيه وديك لا مير اللي طايحين فيها وداك عرفتي شحال جو مقلاو بهم ما سلموش مالهم خفات عليهم جلس معاك عنده 4 دريال 400 دريال ما عنده والو اللي تشوفوا اليوم تشوفوا التوجيه واحد فرقع هو هادي بصح. ما عرفتش انا بغيت نكلاسي في شي حاجه حيت قلت لي تراك هو راه تراك بيف كلاش سواك عيا هو راه فري ستايل هو راه لايف ستايل. كون كان في ميريكان ويلي هي ميكس تيب كريمينولوجي هي اللي مصبراني وداك الشيء. بقاو تسناو حليمه و الشيخات غيبقاو هاي كدبوا عليهم ميكس تيب 7 سنين 8 سنين 10 سنين بزاف بزاف على الكذوب بزاف على هذا الشيء هذا الفشوش بزاف على العياقه بزاف على الثقه في النفس. من 2010 ميكس تيب راس مالي انا معاكم شحال 11 عام دابا من 2010 لدابا يلا فيه 6 تاكات. في الميكس تيب بديت فيها الخدمه بديت الاتاكي السياسه هذا ما بغيناش ارحل كيرحل اول واحد نعمل الدستور مغرب من الفوق بلادي قريه مهجوره ما فيهاش المسؤولين عيشت الدل والقهره على الجبين محفورين الشعب في الظلام بسبب الجهل اللي عماه صوت على المصباح زعما يضوي سماه حفيان ناضوا زادوا زرعوا في طريق الشوط. اول واحد اول واحد شجعني اول واحد تيعرفني بسميتي جايب هضر معايا زنقاوي ما نتنقلب على شي واحد ماشي عنده كل شيء وخصو يكون كذا نتنقلب على شي واحد ما عنده والو كذا ولكن خصو يدير شي حاجه جديده في حياته. الله يخلف عليه والله يطول ليه في عمره والله يشافيه والله يا ربي تحفظو وتحفظنا كاملين وكذا وهذا هذا هما اللي تعلمت منهم النضال انايا وكذا دابا مسكين ربي اللي علم به وكذا وهذه سبيسيال سبيسيال ديديكاس لخويا مومو. ميساج هو خصنا ما ننساوش بانه المحكمه تيكون واسع النظر وكاين العداله في الدنيا وكاين العداله الالهيه. احنا ما بغيناش العداله في الدنيا، احنا عداله الالهيه كتطبق كتطبق ولكن في 2021 في 2021 العداله دوله الحق والقانون.